يتكرر في جرادة وفي مواقع أخرى من التدريب. نفس السيناريو أقول لماذا؟ لأن الدولة كلما عجزت عن تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحتجة. تحية نضالية جادة صامدة، تحية نضالية جادة صامدة، تحية نضالية جادة صامدة، تحية نضالية جادة صامدة. في صندريات الفحم شرارتها الأولى، وبناء على ما استجد من أحداث ومسارات مطلقة لا تبعد عن الانفتاح لمستقبل حقوق الإنسان في المغرب. باسم أخواتي وإخواني في المكتب المحلي للهيئة المغربية للإنسان، ونحن نفتتح أشغال محطة التجديد للمكتب المحلي، نرحب بكم جميعا ونعتبر هذا الحضور دعما لما تقوم به الهيئة المغربية لحقوق الإنسان التي تعتبر نفسها جزءا من الحركة الحقوقية في الوطن من أجل إنصار الحق، من أجل الاستفاف إلى الضحايا. لعنة الطبيضة، وأقولها بكل مسؤولية، مع أنه شي حد في شي تحية نضالية للمرأة المغربية، تحية نضالية للمرأة الصامدة. فيه ملاحظة اللي كتأكد لنا بأنه المغرب راه ماشي ديالنا، المغرب ديال واحد 10%، هما اللي متحكمين، هما اللي كيديروا اللي بغاو في هذا البلاد. لما كيتباع، لما كانت معامل التكرير ديال محمد خدامه، كانت الدوله كتستورد البترول، كان ماشي مشكل نجيبو البترول من الجزائر. بالنسبه لفرق الائتلاف الفيدرالي اليسار، بالنسبه لفرقكم في الفيدرالي اليسار الديمقراطي الجزائري، نتقدم اليكم باحرى التهاني بمناسبه انعقاد جمعكم العام التجديدي مع متمنياتنا لكم بالنجاح. مجموعة الاعتذار توصلنا بها كذلك مجموعة من الإخوان، وأشير كذلك إلى أن تجديد هذه المحطة هي تحت إشراف المكتب التنفيذي اللي حضر معنا الأخ إبراهيم، كذلك حضروا معنا الأخ عربي صفاتي عضو مجلس وطني، وعبد الربيعي عضو مجلس وطني للمغربية لحقوق الإنسان. ننتقل إلى كلمة المكتب التنفيذي والتي سيبقيها الأخ إبراهيم عبد اللهوي نائب الرئيس. إذا بالنسبة إلي مكلف من طرف رئيس الهيئة وبجنبي الأخ محمد الجوهري والأخ أعراب باعتبارهم عضوين بالمجلس الوطني، نشترك جميعا ونسهر جميعا على نجاح هذه المحطة بالشكل التنظيمي الذي يشرف الهيئة ويشرفنا كمنخرطات ومنخرطين في هذا الإطار التجربة الفتية. بعد حكومة بن كيران والحكومة الآن، تأكد بالملموس بأن الحكومة لا تحكم ولا طاقة لها، وهنا كنستحضر التصريح ديال رئيس الحكومة حينما سئل عن أوضاع جرادة، ماذا قال؟ الوكيل العام هو الذي يسهر على الاعتقالات وأنا لا علم لي بالتفاصيل. هذا التصريح وحده يطعن المغرب في المنتظم الدولي. حشومة عندنا رئيس حكومة، وإذا أبا وقع من الحشد ديال الإكراهات وجرادة هو ما عندوش الخبر ديال الدقة. إذا الآن كنقول شكون اللي راه كيحكم هاد البلاد؟ شكون اللي كيعطي التعليمات ديال دهس المواطنين والأطفال؟ شكون كيعطي الأوامر ديال الضرب والتنكيل والتهديد؟ أنت ديتي الناس للحبس، ما فكيتيش المشاكل، علاش كتطلب الاستشفاء، كتطلب المدرسة، كتطلب الخبز. وأضيف أخواتي، لأن قديما كان خروج المرأة منعدما، واليوم الحمد لله هناك أخوات يساهمن
إلى جانب الرجل. إخواني أخواتي، لن أطيل عليكم. ففي أجواء يسودها اليأس والإحباط لمن نشاهده في وطننا العزيز، بعد نضالات، بعد استشهادات، بعد تضحيات، نرى أن مغربنا دخل في أفق لا يبشر بالخير. وأني المكتب الحالي على أداء رسالته، وأتمنى للمكتب الجديد مهمة حقوقية ناجحة في خدمة الوطن والمدينة. لا يسع صوت الشعر إلا أن ينضم للصوت الحقوقي، والشعر منذ كان دفاعا عن حق الإنسان. الشعر المعاصر أعطى مثلا لهذه التضحيات في قارات العالم. قدم بابلو نيرودا ولومومبا وغارسيا لوركا وناظم حكمة وعبد الوهاب البياتي محمود درويش وفي المغرب عبد اللطيف اللعبي وغيرهم من الشعراء الذين دافعوا عن كرامة الإنسان وحقه في الحياة. كتبوا الشعر بطريقة جمالية في المياه، ولكن هذا الالتفات للجمال لم ينسهم الالتفات إلى حق الإنسان ومعاناته. الشعر الذي لا يتحدث عن الحقوق ولا يدافع عنها ولا يرسخها لا يمكن أن يكون شعرا رؤياويا حداثيا. الشعر مؤمن بحقوق الإنسان في صيغته الكونية التي تسعى الجمعيات الحقوقية اختلاف ألوانها إلى ترسيخها في العالم وفي الوطن. مرة أخرى، صوت الشعر يهنئكم أنكم أتت مكتبكم الحالي، وأتمنى لكم التوفيق في معهدكم الجديدة. شكرا لكم. مدافع شرس عن الطبقة العاملة الأخ نجيب أجعير، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، له كلمة في هذا اللقاء. والأخوات الحاضرات والحاضرين معنا في هذا اللقاء، وتحية كذلك لإخوتي في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان. ربما سأدلي بشهادتي البسيطة حول تجربة لا تتجاوز 10 سنوات، ولكن أقول وبشكل موضوعي أننا في هيئاتنا السياسية والنقابية وهيئاتنا المجتمع المدني على المستوى المحلي نعتز ونفتخر بمنظمة ولدت في عهد قريب، أعطت الكثير على المستوى المحلي ونظرت إلى جانب أبناء المدينة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي وحتى الجهوي. وبالتالي أقول لكم هنيئا لكم بهذا الإطار، وهنيئا لكم بنضالتكم، ووفقكم الله ودمتم للنضال ودام النضال لكم، وشكرا. في المكتب المحلي إلا أن أشكر جميع الإطارات السياسية والنقابية والجمعية ومناضلي الشأن المحلي وضيوفنا الكرام على حضوركم هذه الجلسة الافتتاحية. شكرا لكم جميعا، ونرفع الجلسة لنمر إلى الجلسة التنظيمية لانتخاب المكتب الجديد. شكرا جزيلا. بالنسبة للمور الخارقين يبقوا معنا في القاعة. تحية حقوقية عفوا الإخوة في المنبر زيو سيسي. كما واكبتم أشغال المحطة التنظيمية التي يعقدها الفرع المحلي بمدينة زيو، أحضر شخصيا بصفتي نائب الرئيس الأخ محمد النوحي، وكذلك أعضاء المجلس الوطني الأخ محمد أعرب، الأخ محمد الجوهري، والأخت حورية مقرن باعتبارهم أعضاء مجلس وطني، نشرف على مجريات وهذه المحطة التنظيمية. الشيء المهم الذي ينبغي أن ننتبه إليه وأن نستحضره في مثل هذه المحطة هو واقع الردة الحاصل على الواقع المغربي
ردة حقوقية ينبغي أو ندعو من مرنا كهيئة حقوقية إلى الاجتهاد وإلى التعقل وإلى الحكمة في تدبير مطالب واحتجاجات الشعب المغربي. هاد الردة بالنسبة إلينا تولد لنا نوعا من القلق، لأننا لا نريد أن نهشم أو نكسر مجهود الإنصاف والمصالحة، والذي بالنسبة إلينا نعتز به كتجربة ميزت المغرب سواء على المستوى الإقليمي. نحن بالنسبة إلينا كذلك نعتبر بأن جنيب المغرب أحداث الشرق ومآسي الدول الشرقية لم يكن إلا بفضل الشعب المغربي، لأنه فسح المجال من أجل انتظار الآمال التي ظلت الدول المغربية تلوح لها بالأفق. ولكن الآن وبعد انصرام فترتين حكوميتين على إنجاز دستور 2011، تبين للشعب المغربي بأن هناك نوع من المؤامرة، وهناك نوع من الانقلاب، وهناك رغبة حثيثة تعمل إلى إعادة إنتاج سنوات الجمر الرصاص. وهذا بالنسبة إلينا هو ما يقض مزعنا ويعنينا ويقلقنا ويجعلنا نتخوف من الظلام الداهم. لذلك بالنسبة إلينا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان كان ملف جرادة حاضرا وخيم على أجواء هذا الجديد. كانت كذلك أحداث الريف حاضرة على هذه المحطة، وكذلك نستحضر إلى جانب هذه المحطات نستحضر نضالات تندرارة، و400 أسرة الآن يسكنون الكهوف ويسكنون خيام من البلاستيك، لا زالت السلطات المحلية تتفرج على حالتهم. نستحضر كذلك معتقلي زاغورا، نستحضر كل الحركات الاحتجاجية التي يعرفها أو التي يخوضها الشعب المغربي بكل عزم وإصرار من أجل مقاومة الفساد، من أجل مقاومة الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي التاريخية، والتي نعتبر بأن دماء المغاربة ونضالات المغاربة عهد السبعينات والاعتقالات هي بالنسبة إلينا الثمن الذي أداه الشعب المغربي من أجل أن نصل إلى هذه المرحلة. بالنسبة إلينا في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إزاء واقع متميز وإزاء متغيرات وإزاء قتل العمل السياسي واغتيال العمل النقابي، بالنسبة إلينا كحقوقيين نقارب الجانب التنظيمي لمثل هذه المحطات من زاوية أخرى، تستحضر هاد المتغيرات وتستحضر هاد المستجدات. لذلك نطمح من خلال هذه المحطة إلى هيكلة الفرع المحلي وليس فقط انتخاب المكتب. نراهن على من خلال هذه المحطة التنظيمية على انتخاب اللجان الوظيفية، على انتخاب مجلس ديال الفرع، وكذلك على توزيع المهام وعلى المصادقة على برنامج حقوقي نسطره ونصوت عليه ونتبناه من أجل أن يشتغل عليه المكتب القادم. أحيي بالمناسبة كذلك جهود الأخ فتحي رئيس الفرع المحلي، ومعه جهود كافة عضوات وأعضاء المكتب المحلي. نظرا للملفات يكفي أن نذكر حجم الندوات المعرفية والثقافية والحقوقية التي نظمها الهيئة، وكان حاضرا ليس فقط على مستوى إنه لم يكن الفرع ديال مدينة زيوب، كان فرعا ديال الجهة وفرعا وطنيا بحكم الانشغالات والقضايا التي أزرها والتي اشتغل عليها. نتمنى كذلك للإخوة في الفرع المحلي نجاح موفق، ونطمئن عليهم في المكتب التنفيذي بحجم ما يراكمونه من فعالية ومن عمل مثمر موفقون، ونتمنى لهم كذلك منعطف جديد في العمل الحقوقي يراهن على أن لا تبقى حقيبة حقوق الإنسان مرتبطة برئيس الفرع أو مرتبطة بكاتب الفرع. نريد أن يتعلم الناس أو نشيع ثقافة حقوق الإنسان حتى يصبح كل مدينة زيو حقوقيون وهاضمون لحقوقهم، لأن الحقوق تنتزع ولا تعطى. وشكرا جزيلا ومجددا للإخوة في زيو سيتي على الانضباط، على المواكبة وعلى الانشغال الجريء والشجاع، وشكرا.